أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بجهود اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، وخلال ترأسه اجتماعا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة، وجه المستشار جبالي الشكر لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن ما بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلو الأحزاب السياسية. لا شك أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف منا جميعا نحو تحقيق المصلحة العامة. مصر بتضامن جميع مؤسساتها وجهود أبنائها المخلصين وتحت قيادة وبدعم من سيادة رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موعد في القريب العاجل بإذن الله مع إصدار قانون جديد في مجال الحقوق والحريات، وهو قانون الإجراءات الجنائية اللي بيحمل في طياته نقلة حقيقية وطفرة غير مسبوقة في هذا المجال. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقاً مع أحكام الدستور المصري وأحكام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، أيضاً متسقاً مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان وما يتعلق مشروع قانون الإجراءات الجنائية. هذا مشروع مهم، وهذه بادرة طيبة، وبإذن الله يعني في دون أعقاد القادم نكون أمام إخراج مشروع قانون مهم للدولة المصرية. مشروع قانون كان آخر مرة اتعمل بشكل كامل كان سنة 1950، يعني حتى قبل ثورة يوليو، وبالتالي هنا بتيجي أهمية هذا المشروع وضرورته ليواكب المستقبل ويواكب الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق.